صباحكم سعادة، صباحكم فرح، صباحكم ابتسامة بصحتكم الكاملة. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف السادس في درس جديد من دروس الرياضيات بعنوان التشابه مع المعلمة تغريد السعيد. هيا بنا. اعتدت عليكم أعزائي طلاب الصف السادس بذكائكم ودقة ملاحظتكم، ولهذا أريد أن ألعب معكم لعبة جميلة هي إيجاد الفروق بين الصورتين. لنفكر ونتابع الصورتين، ماذا وجدنا فروقا بين الصورتين؟ إذن يختلف الرأس في الصورة الأولى شكله دائري، والرأس في الصورة الثانية شكله مربع. الجسم في الصورة الأولى مربع، والصورة الثانية جسم دائري. المثلثات وهي الأذرع في الصورة الأولى أصغر من المثلثات في الصورة الثانية. أحسنتم. الصورة التي تليها نجد في الصورة الأولى مربعات ومربعان ودائرة، في الصورة الثانية مثلثات ومربعات. إذا اختلفت كل الصورة الأولى عن الصورة الثانية، أصبح لدي مربعات نعم، ولكن لا يوجد دائرة في هذه الصورة ولا يوجد مثلثات في الصورة الأولى. الشكل الذي يليه لدينا شكل مشابه للشكل، نفس الشكل، ولكن هذا الشكل أكبر من هذا الشكل، وهذا الشكل أصغر من هذا الشكل. أحسنتم. هذه الدائرة أكبر من هذه الدائرة، وهذه الدائرة أصغر من هذه الدائرة. إذن بقيت الأشكال كما هي، فقط الحجم هو الذي اختلف. لم يختلف لدينا إلا الحجم، فهي الأشكال تشابهت الأشكال لدينا. لننظر، هذه ملعقة الطعام التي نستخدمها ونحافظ على نظافة أدواتنا الشخصية ولا نشاركها مع أحد. هذه الملعقة نفس هذه الملعقة، ولكن تختلفان، هذه كبيرة وهذه ملعقة صغيرة. أحسنتم. هذه البالونات الجميلة التي نشاهدها، يمكن أن، هل هي متشابهة؟ نعم متشابهة، بأنها بالونات وانطبقت على بعضها البعض، تطابقت. إذن هما بالونان طبوقان. هذان المربعان إذا وضعتهما فهما مربعان متشابهان وطبوقان. والآن أعزائي الطلاب سننتبه جيدا إلى هذه الصورة. أي شكلين مما يأتي طبوقان وأيهما غير طبوقين؟ في الصورة الأولى نطابق الأشكال، وجدنا بأن المثلثان متطابقان والمربعان متطابقان، متوازيات الأضلاع في هذه الصورة طبوقة. إذن الشكلين الذي على اليسار هما طبوقان، أما هذه الأشكال فهي غير طبوقة. السؤال الذي يليه أريد منكم أن تنتبهوا جيدا إلى هذا السؤال. دل على كل شكلين متشابهين وعلى كل شكلين متطابقين فيما يأتي. سنلاحظ جيدا الأرقام ونصل باللون الأحمر الأشكال المتشابهة، وباللون الأزرق الأشكال المتطابقة. أنا متأكدة بأنكم أجبتم. الشكل واحد يشابه الشكل ثمانية، والشكل سبعة يشابه الشكل أربعة، والشكل ستة يشابه الشكل ثلاثة، والشكل اثنان يشابه الشكل تسعة. فالشكلان المتطابقان هما الشكل خمسة والشكل عشرة. أحسنتم. ماذا استنتجنا من هذا الذي مر معنا أعزائي؟ ماذا استنتجنا؟ هذان الشكلان المتشابهان، ماذا عرفنا بأنهما الشكلان المتشابهان؟ هما شكلان أحدهما مكبر أو مصغر عن الآخر، أو مطابق له كما عرفنا. إذا إما مكبر أو مصغر أو مطابق له. إذا الشكلان المتشابهان هما شكلان أحدهما
احدهما مكبر او مصغر عن الاخر او مطابق له. والان اعزائي الطلاب الرائعين انظروا الي. ارادت صديقتنا سلمى ان تكبر صورة لاخيها على الحاسب، وبعد ان كبرت الصورة ظهرت لديها صورتين. احتارت بأي صورة ستختار وأيهما هي مشابهة لصورة أبيها الأصلية، فعرضت علينا المشكلة ونريد منكم حلها. عرفنا في دروس سابقة بأن لحساب مساحة الشكل بالاستعانة إلى شبكة التربيعات نعد المربعات. سنعد المربعات في الصورة الأصلية. الصورة رقم 1 2 3 4 5 6 7 8، والطول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سنعد المربعات في الصورة المكبرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20. وفي العرض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 و16. ماذا وجدنا؟ ما العلاقة التي تربط بين المربع الأول والمربع الثاني في الطول والعرض؟ إذا المربع الأول عرضه 8، المربع الثاني عرضه 16، إذا تكبر عنه بمقدار ضربه ب2، بالطول ضربناه ب2، إذا نتجت الصورة عن ضرب العدد الطول بعدد والعرض بعدد، فنتجت صورة جديدة، وهذا ما يستفيد منه المهندسون في وضع رسم البناء من المخطط إلى الصورة الأصلية. والآن ننتقل لحساب مساحة حساب أطوال أضلاع الأشكال بالاستناد إلى التشابه. لدي مثلثين 1 و2، المثلث 2 طوله 2، الارتفاع 2، هذا الضلع، وهذا الضلع في المثلث الجديد 4. كيف نحسب هذا؟ نستفيد من العلاقة 2 مع 4، أي ضربنا 2 ب2، نضرب 4 ب2 فيصبح X هو 8 سنتيمتر. إذا أردنا هنا في هذا الشكل أي من الشكلين يشابه الشكل الأصلي، نعد المربعات لنجد أي شكل من هذه الأشكال يشابه الشكل الأصلي. وهنا جد طول الشجرة في حال المثلثين المتشابهين الآتيين. نجد هذه الشجرة طولها L، العرض المثلث قاعدة المثلث 200 سنتيمتر، قاعدة المثلث الآخر 100 سنتيمتر. إذن نتج المثلث الجديد عن ضرب قاعدة المثلث الأول ب2، ونجد طول الشخص 150 سنتيمتر. إذا طول النخلة نضرب 150 ب2 فأصبحت 300 سنتيمتر. رائعون، شكرا لكم أحبتي، نأمل أن نكون قد حصلتم على الاستفادة الرائعة. نلتقي بكم في دروس قادمة، ونرجو أن تستفيدوا من التدريبات وتثابروها وتراجعوها على كتبكم. لكم منا كل الحب والاحترام. دمتم بصحة وعافية، إلى اللقاء.